هلا اميغوس، هاي فروغيتوس، كيفكم؟ شو الاخبار؟ فيديو اليوم قصة، اول مرة هيك بيجي انا وبقعد بحكي لكم هيك قصة صارت معي او شغلات صارت معي. اذا حابين هيك بنكفي بهي السلسلة كمان اكتبوا لي تحت بالتعليقات. اليوم اخترت اني انا بحكي لكم على قصة بلكي تلهمكم في المستقبل. ما في شيء مستحيل قدام الاصرار اذا كانت عنا عزيمة وارادة قوية قدام انه نحقق هدف معين. كمان في هيك كتير قصص براسي بدي شارككم، هيك قصص عن المراهقة، عن مواقف عنصرية، عن الخيانة. اذا انت اول مرة بتشوفني بليز لا تنسى انك تشترك بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، وفعل هون الجرس عشان دايما يوصلك نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد. خليني هيك افتخر فيكم هيك وبقول عندي تيم قوي. خليني نوصل يا بيبي هذا الفيديو ل 3000 لايكس. ما في شي صعب على تيم فروغز، صح لالا؟ أولاً هاي القصة صارت معي لما كنت بدرس في الإعدادي، وهي السنة كانت في السنة الثانية إعدادي. بالنسبة للدول البقية بيقولوا ثامن إعدادي، في بلدي إحنا بنقول الثامن. سو أنا أكيد من نوع الطلاب الشاطرين، كتير بحب الدراسة وكتير بحب أدرس وكتير بحب أتفوق وهيك يعني. في هديك السنة درس معي منافس كتير قوي وكتير بوجه له تحية كبيرة إذا كان هلا عم يحضرني. وهي المنافسة هي ما بيني وبين زميلي، هي اللي خلت عن جد هديك السنة من أحسن السنوات بحياتي. كمان الخصامات والشجارات، أنا وياه كنا زي توم أند جيري. Oh my god. So guys، زميلي هاد كان كتير متفوق في المواد الأدبية، ومن حظه وقتها المواد الأدبية كتير الضوارب تبعها مرتفعة، وأنا أختكم ما كنت متفوقة زيه يعني الصراحة راحة، كنت يعني الشيء هداك الواو في المواد الأدبية، بس كنت كتير شاطرة كتير شاطرة في المواد العلمية، ودائما أنا باخد أكثر علامة في الفصل. لما بجيب هيك في الرياضيات مثلا 19-75 ببلش أبكي. وين ضاع 0.25؟ احنا في الدول المغاربية دايما العشرين عنا على 20 اكتر شيء 20، فاهمين كيف؟ فانا اخذ 19.75 ناقص 0.25، انا اضلكم هيك ببكي. وين راح 0.25 يا دنايا؟ وين؟ انا كتير شخص شاطر في الرياضيات وفي الكيمياء وفي الاحياء، بس الاحياء ما كنت بحبها، كنت بحب كتير الرياضيات والكيمياء. في بلدي عنا مادة فيها الكيمياء والفيزياء، يعني الاثنين مع بعض، ونسميها الفيزياء. الفيزياء عنا فيها الكيمياء والفيزياء الاثنين مع بعض، مش مواد منفصلة. المهم تيجي يا عمي السمستر الاولى، وبيفوتني هون في السمستر الاولى، بس مو هداك الفرق الشاسع، يعني اقل من نقطة، يعني اقل من نقطة. انا حزنت، كيف شاب يهزمني؟ لا كيف شاب بيتجرأ وياخذ المرتبة الاولى؟ جنيت، ماني متعودة انه اصلا يفوتني شاب، اوكي؟ ابدا ما صارت بحياتي بس مع هذا الشاب. فانا قلت وسبب ليش هو فاتني او تفوق علي، لانه انا كنت في المواد الادبيه دائما اقل منه، وضوارب المواد الادبيه كتير عالي. بتذكر العربيه ضرب 4، الفرنسيه اما 2 يا اما 4، بعتقد 4 مش 2. شو كمان؟ الانجليزيه ضرب 1.5 تقريبا، ماني متاكده، صلحوا لي، وماني بصراحه كتير متذكره لانه صار لها زمان. بينما ضوارب المواد العلميه كتير ضعيف، يعني الرياضيات تقريبا 3 أو 2، الفيزياء 1 تخيل، والكيمياء 1. يعني على قد ما بتفوق عليه في المواد العلميه بيظل هو يعني فايتني. فانا كنت دائما الاولى في المواد العلميه وهو كان الاول في المواد الادبيه. طيب يا عمي شو بعمل؟ كيف شب بيفوتني؟ انا انقهرت قهر. كيف شب بيفوت؟ يعني مش انه فاتني، لا، انه كيف شب بيفوتني. فشو سويت؟ قلت لازم افوت، وافوت، وحطيتها براسي هدفي هاي السنة انه انا بفوت. بصراحة ما بكذب عليكم، حاولت في الترمستر الثاني اني انا افوت واشتغلت على حالي. بصراحة هاي المنافسة طورتني كتير، like انا صرت اذاكر المواد الادبية. عمري في حياتي ما ذاكرت المواد الادبية لاني بحتقرها، ما بحبها. فالمهم كمان بنصدم انه في السمستر الثانية بفوتني، رغم انه الكل من اصدقائي توقع اني انا بفوت، لاني كتير اطير عليه، يا كتير طاير عليه في المواد العلمية. هو دايما مواد العلمية يعني كتير اعداده ضعيفة، وانا كتير قوية، لايك في السما طالعة. وكمان في المواد الادبية كتير حسنت من حالي، فكنت كتير قريبة عليه، فالكل توقع انه انا رح اجي الاولى.
بس بتيجي النتيجة الخايسة وبطلع أنا الثانية. ما بحكي لكم عن شعوري، كيف شب بفوتني مرة ثانية، كيف شب بفوتني، كيف قولوا لي كيف، شو بسوي؟ قلت ما في حل غير اني انا اركز على المواد الادبية. انا العلمية بعرف حالي رح اجيبها في الجيب في الجيب، وبعرف حالي انه انا رح اتفوق فيه، لانه اقل نقطة جبتها في المواد العلمية كانت 19.25 وكتير بجيب العشرين. شو رح نسوي هلا؟ كيف رح لاقي حل مع العربية والانجليزية والفرنسية؟ وانا وقتها بصراحة ما كنت جيدة في الانجليزية وفي الفرنسية average، بس في الإنجليزية كنت هيك، وفي العربية كمان هيك قريبة من أقوى من average بشوي. شو سويت؟ العطلة الربيع، أوكي، في عنا في شهر مارس عطلة ربيع. قلت يا المكتبة أنتي حبي الأبدي، أنتي حبي الأزلي، أنتي حبي الظائر. فسويت اشتراك في المكتبة. المكتبة عنا في بلدي هي مكان لقاء العشاق، اللي عنده حبيب او حبيبة هيك بيقولوا لامهم وابوه انهم رايحين يذاكروا، بس يذاكروا من نوع تاني، بس انا بصراحة كنت بروح عشان اقرأ بس. سويت لي هيك اشتراك في المكتبة، وكنت بروح لقسم الاطفال لانه لغتي الانجليزية كانت ضعيفة، يعني اكتر شي باخذه في الانجليزية 14/20، 15 يعني لك اكتر شي. وبتذكر انه في السمستر الثاني والله هي علامة مخجلة، جبت 28 وقت اخفيت اصلا علامة على امي لانه لو بشوفها بتسود لي يومي. هاي قصة تانية، الجرائم اللي سويتها مع الاعداد المنخفض كيف اخفيتها على اهلي. كل يوم كنت بروح للمكتبة، بروح على قسم الاطفال اقرأ كل القصص اللي بالانجليزية، ولو في كلمة هيك صعبة بسطر عليها وبحفظ شو تعني هديك الكلمة. كمان امي كتير وقفت جنبي لانها شافتني انه انا بدي اجي الاولى، لانه مستحيل بخلي حدا في اخر او نهاية العام ياخذ الجائزة الاولى، لازم الاولى دايما لميرة. ما بتحكوا في هذا الموضوع، الاولى هي ميرة. فقلت لامي تشري لي باغاسكولير. للي ما بيعرف شو هو، هو عبارة عن كتاب تشريه من المكتبة، بيكون فيه أسئلة أو امتحانات بتخص مادة معينة. فأنا اشتريت في الإنجليزية واشتريت في الفرنسية، وكنت بتذكر أنه بقرأ 5 كتب في عطلة الربيع باليوم، وكنت كتير بحفظ الكلمات، وكمان عم حاول أنه أنا بسوي امتحانات لحد ما صرت كتير منيحة في اللغة الإنجليزية، كتير تحسنت إنجليزيتي. وعن جد بشكر زميلي هات اللي حيا فيها روح المنافسة أني أنا أصير أذكر الإنجليزية اللي كنت أصلاً بستحقرها وآخر همي في الحياة. وتجي الامتحانات كالعادة بزبط المواد العلمية، باخذ علامات كتير عالية. أما المواد الأدبية كنت لما بفوت للامتحان حاطة شيء في بالي بس، أنه أنا رح أخذ أكثر علامة ممكنة، انه انا رح حاول احل كل اكزرسايز. كنت عندي ثقة في نفسي تعانق السحابة، تعانق ما بعرف انا هيك لسما. خلصنا كل انواع الاكزرسايز في الفرنسية والانجليزية، واسويت كتير امتحانات كمان في العربية، وبعطي اصلا علامات لحالي عشان هيك بحفز حالي او بشوف شو هي اغلاطي، وهي الطريقة الهلب بعتمدها في المذاكرة. الله على الايام. ويجي اليوم الحاسم ويجي بريد للبيت، يا فلانة الفلانية في حفلة توزيع الجوائز للطلبة المتفوقين، تعالي وانتي اجيتي الاولى. اوه ماي جاد جايز، تخيلوا حدا فايتكم في الترمستر الاولى، فايتكم في الترمستر الثانية، تيجي انتي في الترمستر الثالثة وبتفوق عليه تفوق كتير كبير. يعني الفارق اللي كان ما بيننا في الترمستر الاولى والترمستر الثانية بغطيه وبتجاوزه، غير عن اني اجيت الاولى في الترمستر الثالثة بتفوق عليه في كل الثلاثة مع بعض واخذ الجائزة الاولى. ما كانت الفكرة في الموضوع اني انا باخذ الجائزة، لك اخر همي في الحياة انه انا اخذ جائزة. انا اصلا ما كتير هيك بحب فكرة الجوائز، يعني ما كتير تغريني، فاهمين كيف؟ ما كتير تغريني فكرة جائزة، الفكرة هي الاولى، انا الاولى، لك شو ما صار كيف شلون ما بيهمني، انا لازم اكون الاولى. او ماي جاد، عن جد عن جد اقوى شيء في العالم هي قوة المراهقة. بحس انه اقوى انسان ممكن يكون موجودة على كوكب الارض هو المراهق. فحابة احكي لكم اصلا على المراهقة، اكتبوا لي تحت التعليقات اذا انتم مهتمين.
وبس جايز هيك للقصة، حبيت بس انه اشارككم هذا الشيء عشان احفزكم انه مهما كان لا تيأسوا، ما بتعرفوا اصلا امتى انكم انتوا تتفوقوا، امتى تحققوا الهدف تبعكم. مش مهم الهدف يكون متعلق بالدراسة، ممكن الاهداف تكون في مجالات مختلفة. لا تصدقوا العالم اللي تقولكم انكم انتوا ما بتقدروا توصلوا لشيء. عزيمة الانسان شيء كتير واو، شيء كتير قوي. اذا حطيت هون شيء براسك واصريت وركزت معه راح توصل. يعني خذوا العبرة من هاي القصة. لو اجى اي حدا راح يقول مستحيل، كيف فاتها في الترمستر الاولى والثانية وراح تجي في اخر واحدة هلا تفوتوا، يعني شيء مستحيل. فدايما حطوا في بالكم انه انتوا اذا حطيتوا هدف وسعيتوا من كل قلبكم لتحقيقه راح توصلوا. الاصرار هو ايمان نابع من حالك انك انت بتقدر. انك توثق وتؤمن بحالك هو اول خطوة في تحقيق هدفك، واكيد الاهداف قابلة للتحقيق مع السعي. وتوتة توتة خلصت الحتوتة. شكرا لانكم ظليتوا وعم تشاهدوني لحد هاي اللحظة، واذا ظليتوا لهون وما سويتوا لايك شو ناطرين بيبي؟ شو قولولي شو؟ حطوا لايكات كتير كبيرة لهذا الفيديو، وتابعوني على بقية مواقع التواصل الاجتماعي. وهلا بقلكم ديروا بالك مع حالكم احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هوا، سلامة، باي. واو، كل مرة عم بطلع للسما لانه في غراب. اني واي، شو كنت عم بحكي؟ والله نسيت.